أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الإخبارية المفصلة. وصل النائب الأول لرئيس مجلس سيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية للمشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس ومعرض الدفاع البحري ناتفكس الذي انطلق فعاليتهما خلال الفترة من 21 إلى 25 من فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض. وكان في استقباله بمطار أبو ظبي معالي وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وسفير السودان بالإمارات السفير محمد أمين عبد الله الكارب وأعضاء السفارة. شدد عضو مجلس سيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي على أهمية التعليم التقني للنهوض بالدول والمجتمعات في مسيرتها إلى تحقيق الرفاه والعيش الكريم لمواطنيها. وأكد لدى مخاطبته صباح اليوم بكلية الجريف شرق التقنية الاجتماع الأول لمجلس جامعة السودان التقنية بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار زين صغيرون على إعادة هيكلة التعليم بالبلاد بما يجعل نصفه تقني والآخر أكاديمي. ولفت التعايشي إلى ضرورة أن يرتبط منهج التعليم بحاجة الناس فيما يلي التنمية وتطوير المجتمعات، مشيرا إلى أن النهضة الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة الخدمات وتطوير القطاع التقليدي لا يأتي إلا عبر تعزيز مسيرة التعليم التقني. ودعا التعايشي إلى تنظيم مؤتمر جامع لتطوير التعليم التقني بالسودان بمشاركة خبراء مختصين وإقامة شركات مع دول متقدمة في هذا المجال، مؤكدا أن السودان فرصة كبيرة في المجال التقني لما يتمتع به من موارد غنية. وأوضحت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار زين صغيرون أن عملية التمايز المؤسسي تتصدر استراتيجية الوزارة من خلال تأسيس جامعات بحثية وتقنية تسهم في تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية. وأكدت أهمية سن تشريعات تحمي وتدعم التعليم التقني وضرورة توعية المجتمعات بأهمية هذا المجال بما يحقق العدالة بين كافة الخريجين. احتفلت وحدة فني فتى برنو بمحلية كوتون بولاية الشمال دارفور باستقبال عضو مجلس السيادة الرئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي إدريس خلال جولته المتواصلة على ولايات البلاد للتبشير بالسلام وسط ترحيب واسع من المواطنين باتفاق جوبا لسلام السودان. نتابع هذا التقرير. البحث عن تنفيذ السلام وقطع المسافات الطويلة بالبر تتلاشى أمام أعراس السلام التي انتظمت البلاد وكرنفالات الفرح التي توشحت بها ولايات دارفور ترحيبا بوفد الجبهة الثورية وهم يبشرون باتفاق جوبا لسلام السودان. هنا بوحدة فتى برنو بمحلية كوتون بشمال دارفور احتشرت الجموع وتقدمت الميارم الصفوف في لوحة معبرة لإكرام الضيوف بالمندولة والترحيب بزيارة عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي إدريس إلى الولايات للتنوير باتفاق السلام. أنا لدينا شيء واحد ذا الكرام ألا وهو نؤمن على ما قاله أخواتنا في فتى برنو ويخص بنقطة الارتكاز أنه هو القيادة عليلة في فتى برنو. منذر يوضح جليا بأنه أهل فتى برنو مع السلام ومع الثبات رغم الإشكالات اللي وقع فيهم. مسائل الأمن هي أولوية ونحن جينا عشان الأمن، وما ممكن أصلا نبارح هذا المنطقة إلا يوم ونشوفه الأمن مستتب فيه. وحدة فتى برنو بمحلية كوتون بشمال دارفور كانت بزاد صمودها وحضورها القوي في المطالبة ببسط الأمن وإعمال القانون وتوفير التنمية والخدمات وتحقيق العدالة، مطالب أكد عليها عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي إدريس لدى مخاطبته اللقاء الحاشد لمواطني فتى برنو إذانا بانطلاقة مرحلة تنفيذ اتفاق السلام. مرحلة الأخيرة من العدالة، من عندنا المصالحات بعد نقدم الناس للمحاكمات، نعمل مصالحات مجتمعية عشان ناس دارفور كلهم يعيشوا مع بعض وناس فتى برنو يعيشوا مع بعض زي ما كانوا زمان.
انا شايف فتبرنو فوق تنو فتبرنو مكان مضياف بيستقبل الناس تاريخيا. واقع الحال من خلال الزيارات الميدانية لعضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي إدريس لعدد من ولايات البلاد للتبشير بالسلام كشفت جملة من التحديات لمرحلة تنفيذ الاتفاق، في مقدمتها بسط الأمن وجمع السلاح من أيدي المواطنين وحسم المتفلتين. وحدة فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور نموذج يحتاج إلى تنفيذ السلام على أرض الواقع. الطريق إلى تنفيذ السلام خطوات النجاح أوصلت وثيقة سلام جوبا إلى كافة المواطنين، قطعت المسافات الطويلة من أجل تحقيق الاستقرار. أشرف عمر مجدي عبد الرحمن، تلفزيون السودان، من على سلسلة جبال سي شمال دارفور. أكدت وزارة الخارجية على العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين الإثيوبي والسوداني والحرص على استمرار هذه العلاقات وتسخيرها لمصلحة البلدين. وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم أنه في ظل وجود مبعوث الاتحاد الإفريقي في الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وأثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، خرجت الخارجية الأثيوبية ببيان مؤسف يتنكر للتغيير المتبادل بين الشعبين. وأكدت الخارجية أكدت أن مسألة الحدود السودانية الأثيوبية لا يمكنها أن تكون أساسا للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ أن هذه الحدود قد خططت ووضعت عليها العلامات منذ العام 1903 بناء على اتفاقية 1902. وأضاف البيان أن إثيوبيا ظلت ومنذ العام 1902 مرورا بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى العام 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و2013 تؤكد التزامها باتفاقية الأساس في هذا الأمر. وأكدت الخارجية أكدت أن الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة. وأكد البيان سيادة السودان على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها، بيد أنه يؤكد كذلك حرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق التي أبرمتها. واعتبر البيان إساءة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى إهانة بالغة لا تغتفر وإنكار مطلق للحقائق، كما أكد أنه خلافا لما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية أن كل فئات الشعب السوداني وقياداته وعسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. لكن ما لا تستطيع الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى الأراضي السودانية، وطالب السودان إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه. أهلا بكم من جديد. نظم مسار الوسط بولاية الجزيرة لقاء تنوينيا بمنطقة عبود وأم بجاك بمحلية مناجل عن بشريات السلام والوضع الراهن بالبلاد. وقال القيادي بمسار الوسط علي بابكر حامد، قال إن المسار ظل شاهدا على توقيع بروتوكول توقيع السلام بمدينة جوبا من بداياته إلى التوقيع النهائي، وأكد أن المسار ظل يهتم بإنسان ومزارع الجزيرة منذ تكوينه، ولفت إلى أن الوسط ظل مهمشا 30 عاما من النظام البائد، وأشار إلى فرحة مواطن الولاية بالتغيير والسلام المنشود، وأن يجد المسار حظه في التنمية والنهضة بالجزيرة من صندوق الإعمار. ونشد حافظ عضو المسار بالتمسك والتوحد من قبل مواطن الولاية واختيار القوي الأمين ليقود الولاية إلى بر الأمان.
وعبر عدد من القيادات بالمسارات عن استيائهم للظلم الذي لحق بالمسار في توزيع الثروة والسلطة، ونشدوا المسؤولين بالالتفاف لإنسان الجزيرة الذي ظل لأكثر من نصف قرن سلة غذاء العالم. تحدثنا بوضوح تمام عن مطلوبات المرحلة القادمة، وإن والله هذا الوسط يعني مستهدف تماما، يعني استهدف من قبل خلال الفترة اللي فاتت، وما زال الاستهداف يعني لاحق بالناس يعني من ضرر، وضرر ممنهج يعني أضر بكثير من الحاجات في المشروع في كل الأشياء، ممكن يكون من مداخلنا اللي احنا على القرية، لقينا الناس حتى يعني المياه للمحاصيل الاستراتيجية تمت بالوابورات يعني، وده جهد يعني يجد من الناس التقدير. وفوق هذا وذاك وريناهم انه والله المرحلة الجاية لابد ان تتكاتف فيها الجهود ويتعاون الناس عشان يضعوا جزيرتهم دي في مكان الطبيعي والطلعي، لان اصلا هي قايدة السودان، وقايدة السودان في اقتصاده وقايدة في حياة كثيرة، وبكل اسف حقها بيظلم يعني. وبعد ده انا الاوان والله انه تكون المسائل كلها واضحة، الناس يعرفوا نصيبهم في كل الاشياء المرتبطة بالاقتصاد يعني. يخاطب رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدجير مساء اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر العام للحزب الذي بدأت فعاليته يوم أمس الجمعة بولاية سنار تحت شعار على خطى السوميت من المقاومة للبناء. وخاطب الجلسة الافتتاحية كل من رئيس لجنة التسيير المهندس حامد أحمد حامد ومقرر لجنة المؤتمر العام المهندس أحمد الخاتم يوسف. وتم خلال جلسات المؤتمر استعراض نشاط الحزب في الفترة الماضية وخطوات عقد المؤتمرات القاعدية التي تمت وانتخاب قيادات جديدة في فرعيات المحليات. وناقش المؤتمر العام بولاية سنار عددا من الأوراق شملت النظام الأساسي ومشروع اللائحة والرؤية السياسية لحزب المؤتمر السوداني لعام 2021. لدى مخاطبته يوم الخدمة العامة بمحلية الرسيرس، قال المدير التنفيذي ياسر أحمد الطالب الفيل، قال إن القصد من هذا اليوم تلمس المشكلات وإيجاد الحلول فيما يتعلق بتهيئة بيئة العمل. وأشار طالب إلى أنهم مقبلون على إنزال اتفاق جوبا على أرض الواقع، الأمر الذي يستوجب رتق النسيج الاجتماعي والعمل بروح الفريق والواحد بجانب التثقيف المهني والإلمام بالقوانين التي من شأنها إصلاح الخدمة المدنية وتجويدا للأداء. حقيقة قصدنا من هذا البرنامج نتلمس مشاكل العمال والموظفين ولمزيد من تجويد الأداء في عملهم وتقديم خدمتهم للمواطن، ونحن حقيقة مقدمين على تنفيذ اتفاقية السلام عبرهم، حقيقة نعمل أيضا لعملية رتق النسيج الاجتماعي لتفادي حقيقة كل السلبيات التي تحدث حقيقة في عملية النحرات القبلية بعيدا من ذلك. ونحن حقيقة في محلية الرصيرس نعد مواطننا بأننا نقدم الخدمة بأيسر ما يكون، بين أنه اليوم ده يكون يوم تعريفي بالنسبة للموظفين، وهو أصلا مغزى اليوم هو برلمان بالنسبة للعاملين، والعاملين بيطرحوا فيها كل مشاكلهم وما يتعلق بالعمل معوقات العمل، وحقيقة انه يعني بتظهر اشياء كثيرة جدا بتكون مخفية والناس بتعمل على معالجتها في الوقت المناسب. أكد والي شمال دارفور محمد حسن علي اهتمامه بقضايا الريف خاصة الخدمية منها، جاء ذلك لدى لقائه وفد منطقة استطاحة بمحلية أم كدادة. وأعلن الوالي دعمه العاجل المادي والعيني لمنطقة السطيحة لتحسين الإمداد المائي وسد الفجوة الغذائية التي تواجه المنطقة، ودعا عربي إلى عقد اجتماع يضم الأطراف ذات الصلة كافة للشروع في إنفاذ شبكة مياه الريف. لقاء معه كان تناول قضايا المياه وهموم قضايا المحلية بصفة عامة، دعمنا دعم سخي في مجال المياه لأنه عندنا مشكلة في منطقة شبكة مياه السطيحة التي يعني لحوالي 18 قرية بطول 22 كيلومتر. السيد الوالي وعد بأنه يعقد اجتماعها مع قطاع المياه بحضور مدير عام المالية على سن مناقشة كيفية تنفيذ الشبكة الريفية، لأنه هي 50
ألف نسمة بصورة عاجلة، أدانا تنكر بتاع موية على أساس أنه نقدر نجابه بوجابهة العطش في المناطق الجنوبية. دعمنا دعم سخي لقطاع الموية تقريبا بمبلغ 1 مليون جنيه على أساس أنه نقدر نجابه به فترة الصيف. الشيء الثاني برضو إن شاء الله برضو في عندنا إشكالات في مجال الغذاء، سيدة بالي برضو دعمنا دانا زي تقريبا 500 جوال كده عشان نقدر نجابه بها الفجوة الغذائية الموجودة. جدد وهلي البحر الأحمر مهندس عبد الله شنقراي اهتمام حكومة الولاية بالشباب باعتبارهم معاول البناء والإعمار لنهضة الأمة، مشيرا لدورهم الرائد في ثورة ديسمبر المجيدة. جاء ذلك لدى تدشينه مركز شباب ديم العرب تحت شعار الشباب هو الثروة الحقيقية ودرع الأمة. وأكد شنقراي أن قضايا واحتياجات الشباب تجد أولوية ضمن خطة حكومة الولاية لعام 2021. من جانبه أوضح رئيس مركز الشباب ديم العرب دكتور محمد آدم فقيري دور المركز في إعداد الشباب والمساهمة في الحد من انتشار المخدرات والقضاء على الأمية، مبينا أن المركز يعمل وفق محاور اجتماعية وثقافية ورياضية. نحن نعتقد جازمين أن الشباب ممثلون قلب الأمة، وهؤلاء الشباب نعتقد نحن جازمين أنهم بإرادتهم وقدرتهم قادرون على النهضة بالمجتمع. هذا الأمر واثقين منه وعندنا دلائل له، لأنه هم الذين بدأوا الثورة في هذا الموقع في 2005، هم الذين غادوا الثورة. أجدد شكرنا للسيد الوالي على منحنا الصغة لإدارة المركز وتعهده لنا ببذل المزيد من الجهود التي تهدف إلى تطوير المركز، ونصمم دوره في تخصيصه ببذل المزيد من الجهود التي تهدف إلى تطوير المركز ونثمن دوره في تخصيصه لنا هذا المركز لممارسة الأنشطة الشبابية المختلفة. سيرت منظمة كفاءات الخيرية ورعاية الأيتام قافلة طبية لعدد من قرى أم دباكر بمحلية ربك بولاية نيل الأبيض. وأكد دكتور عبد الرحمن الأمين عبد الرحمن رئيس منظمة الكفاءة الخيرية أن تكلفة القافلة تفوق 8 مليار جنيه، تستهدف قرى أم دباكر الحسنات والمحمدية وفنجوغا، تقدم خلالها عمليات الكشف والفحص والعلاج المجاني، مؤكدا مضي المنظمة قدما في برنامج دعم الشرائح الفقيرة. وقال إن عطاء القافلة سيمتد ليشمل ترميم المركز الصحي. إلى ذلك أشاد الأستاذ أحمد مصطفى علي ممثل لجان الخدمات وتغيير بالمنطقة بجهود منظمة الكفاءة وما تقدمه القافلة من خدمات إنسانية تستهدف أكثر من 3 قرى إضافية إلى مجالات التعليم ورعاية الأيتام في إطار العمل الخيري التكافلي. تأتين قافلة طبية بقيمة 8 مليار جنيه سوداني، وإن شاء الله تعالى نحن عطانا ممتد تأهيل ترميم المركز الصحي، شايفين انه برضو البنية بتاعته منتهية. الشباب رأيوا منه يتأهل، المدرسة برضو اللي نحن هسه شغالين عليها محتاجة تأهيل، مناطق دي محتاجة. ونحن دايما في غوافلنا الطبية او في الشغل بتاع الغوافل دي نحن بنستهدف اهل المنطقة، ومؤمنين بانه الاوطان بتبنى بسواعد ابناء، يعني اهل المنطقة هم يأسسوا منطقتهم، نحن بنساعدهم انه هم يكونوا الكفاءة الخيرية ورعاية الايتام في منطقتهم. القافلة تعني لنا شيء كثير. القافلة أول تعني لنا أنه هي منظمة خيرية تقوم بدور خيري، كما تعني لنا أنه القائمين على أمر المنطقة من لجان وحكومة عندهم اهتمام ودراية بالمناطق، وصلوا المعلومات إلى أنه بعض هذه المناطق تحتاج لهذه الأعمال الخيرية من رعاية صحية ورعاية تعليمية ورعاية اجتماعية أيضا.
وفي أخبار المستطيلة اليوم، استضيف الهلال على ملعبه الجوهر الزرقاء نظيره الخرطوم الوطني مساء اليوم في مباراة مؤجلة بالدوري السوداني الممتاز، بينما يواجه الأمل عطبرة نظيره هلال الساحل أيضا على استاد حليم شداد ضمن مباريات الأسبوع الـ11، ويتصدر الهلال ترتيب المنافسة برصيد 21 نقطة، ويخوض مباراة الخرطوم الوطني في إطار استعداداته لمواجهة مازيمبي الكنغولي لحساب المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا. وفي المباراة الثانية يصطدم الأمل العطبروي بالهلال الساحل على ملعب استاد الخرطوم، ويحتل الأمل عطبرة الترتيب الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يقع الهلال الساحل في المركز السابع برصيد 16 نقطة.